أنا ميسا محمد الفائزة بلقب الوليمة شيف للموسم الثاني. طبعاً شركة الوليمة أتاحت لي الفرصة أني أشارك بدبلوم طهي لمدة 3 شهور بالـ ICCA. وجودي بالـ ICCA علمني شغلات كثير، ما بتتخيلوا قديش تعلمت تكنيك جديد، مهارات جديدة بفن الطهي، خلتني أتعرف على شيفات محترفين بهالمجال وأتعرف على جنسيات مختلفة، أتعاون معهم أتعامل معهم، خلاني هذا الإشي يزيد عندي روح التعاون ويزيد عندي المهارات بفن الطهي. طبعاً أنا حابة أشكر شركة الوليمة أنها تحت لي هاي الفرصة أن أشارك بهيك مسابقة مستوى المملكة العربية السعودية، وكمان حابة أشكر كتير الـ ICCA لأنهم أتحوا لي الفرصة أن أتعرف على شيفات كتير مشهورين وأتعامل معهم وأتعلم فنون طهي جديد. متسابقين الوليمة للموسم الثالث 2018، بستناكم في الـ ICCA. حظ موفق وأشوفكم على خير.